هم يستغلون مرور بعض الطائرات المدنية ويطلقون النار من تحتها أو من فوقها. في هذه الحالة عندما ترد الصواريخ السورية ستصيب قد تصيب بعض الطيران المدني وبعد ذلك يقع اللوم عليه. لا ننفعل ومواقفنا تجاه هذه الاعتداءات واضحة ونحن نقول ونحذر من أن إسرائيل ستواجه ردا عاجلا أم عاجلا على كل هذه المحاولة. لدينا الآن قوات جاهزة ولدينا جيش جاهز، نعم. لكن نحن من يحدد كيف ومتى نرد.